بص هو احنا دايما محطوطين في الحاله دي، يعني دايما اللعيبه دي دايما موجوده كده، بنلعب ماتش وتلاقي عندك بعديها بيومين ماتش، ممكن بعديها بثلاث ايام، بعديها بيومين. فاحنا النهارده هنفرح وهندي الفرحه حقها، عشان احنا مركزين واقفين على نفسنا بقالنا فتره، وبقى في كلام كتير الفتره اللي فاتت واللعيبه ومستوانا ومش عارف ايه ومش ماشيين كويس. الحمد لله يعني لحد دلوقتي ما خسرناش ماتش واحد بتاع كاس العالم دلوقتي طول الموسم. في ما كناش ماتشات كتير ما كسبناهاش في الدوري، بس الحمد لله برده مش ماشيين وحش، يعني لسه طبعا في احسن اكيد، ده مش احنا بس، طبيعي ان كل الفرق الكبيره بيجي لها وقت كده وبترجع تقف على رجليها، ان هي دي الفرق الكبيره. اصل الحمد لله ما فيش يعني مناسبه احسن من دي ان احنا نرجع فيها. هاني في سؤالين، طبيعي خلينا نتكلم عن البطوله دي، يعني دي اهم حاجه دلوقتي طبعا. يعني الحمد لله طبعا لعيبه رجاله جدا، يعني كان نفسنا طبعا نوصل للفاينل بس ربنا ما اردش ان احنا نوصل. الحمد لله قدرنا ان احنا نرجع بميداليه، ودي اهم حاجه بالنسبه لنا. يعني لعبت فرق صعبه مش فرق سهله، بس الحمد لله احنا كنا مركزين، كنا منظمين نفسنا وكنا مهيئين نفسنا للماتشات دي. والحمد لله اللعيبه اللي موجوده لعيبه قلت انا قبل كده عندها طموحات، ولعيبه بروفيشنال كفايه ان هم يتعاملوا مع اي لعيبه حتى لو ليفل عالي خالص. الحمد لله اللعيبه دي بتقدر تسد وبتقدر تأدي احسن كمان من اللعيبه بتاعت اوروبا واللعيبه بتاعت القارات الثانيه. يعني الحمد لله طبعا ربنا كرمنا كرم كبير، وان شاء الله نرجع بالميداليه وانا مبسوطه. هاني يعني في فرق 24 ساعه، اهم حاجه ان انت يعني بتشتغل وبتدي 100% في الملعب. بيبقى فيه تاثير في بعض الحاجات، بس خلاص يعني هو النتيجه بتاعت ربنا في الاخر، يعني مفيش حاجه تقدر تعملها اكتر من كده. الناس كلها شافت الماتشين اللي فاتوا، حتى الماتش بتاع فرقه البرازيل كله عمل 100%، بس كان في فرص لو كانت دخلت كان الموضوع الماتش كان هيختلف تماما. بس زي ما قلت لك في الاول وفي الاخر هو نصيب، يعني كان نفسنا نوصل فاينل، كانت من الماتشات من البطولات القريبه ان احنا نوصل فيها فاينل، بس ما حصلش نصيب. زي ما قلت لك كان هدف بقى المجموعه كلها اليومين اللي فاتوا، خلاص احنا صفحه الفاينل دي اتقفلت، احنا عندنا ان احنا نرجع بميداليه، هو ده اللي اشتغلنا عليه. واعتقد يعني النهارده الناس كلها شافت الماتش كان عامل ازاي واللعيبه كانت بتأدي ازاي، وكلنا يعني كنا في دماغنا حاجه واحده ان احنا ما نرجعش بس زي السنه اللي فاتت. عملنا برده بطوله كويسه، بس برده ربنا ما ارادش في اخر ماتش حصل احداث غريبه كده في الماتش، يعني ما حصلش نصيب. فالحمد لله ربنا عوضها لنا السنه دي، يعني ميداليه. شكرا، مبروك يا هاني.